استاذ عبد الحميد، ابدى الرئيس ترامب التزاما اتجاه عمليه السلام وترك مسائل الحل النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بينها مثل مسالتي الحدود والسياده، اليس ذلك التزام بمفاوضات الحل النهائي ام كان عليه ان يترك موضوع القدس ايضا لتلك المرحله؟ انا اعتقد ان القرار، ما زلت يعني اكرر، ان القرار سيحدث صدمه ايجابيه في تحريك المياه الراكده في ملف المفاوضات، ولكن نحن كعرب يجب ان نؤمن حتى نتفهم الطرف الاخر، حتى كما هو ونعرف ما هي متطلباته، حتى ننجح في مساعي مفاوضات السلام، حتى لا تكون مفاوضات السلام تدخل في مفاوضات عبثية. علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هو رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين، وعلى العقل العربي أن يتحرر من الموروث الناصري والموروث الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، الذي غرس لمصالح سياسية بحتة ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة.